متابعي وفي راديو ديما سبور معانا المرة الثانية حسام اللواتي على راديو ديما سبور. قبل كل شيء نحب نرحب بك حسام، مرحبا بك في راديو ديما سبور. يا حسام، مش نحكيه على مباراة الغد لأمال السي سي اس أمام الشبيبة القيروانية، كيف حضرت المباراة حسام؟ مباراة نحط الجمعة الحمد لله تعانى في المجموعة هذه ربحت الحمامات مداش زاد كل مدينة باش نربحوا إن شاء الله غدوة. نعرفوا اللي عندنا ثلاثة ماتشات جايين في صفاقس، احنا تو قاعدين نحضروا في ماتش قروال إن شاء الله نربحوا ثلاثة ماتشات في صفاقس خلي يتسهلنا ونترشحوا على الأول إن شاء الله. حسام، سمعنا يعني في الفترة الأخيرة ريناك تلعب مع فريق الأكابر مع فريق الأمال، يعني كيفاش يعني نراك تترين مع فريق الأكابر وتلعب مع الأمال، يعني كيف تبين هذا؟ شنو هي السر في الحكاية؟ ما هذا السر يا الله، أنا مازال عمري صغير ونترين مع السنيور والأنترنير قال لي برا نلعب في سبور ما عندي حتى خيار، انا مازال عمري سبور وما يقلقنيش، انا اصحابي الكل يعني سبور سينيور وديما نحب نعودها اللي نقول ما فماش حتى فرق بين سينيور سبور. واكبر حاجه باش نقول لكم اللي سينيور هو اونترنير في سبور ثالث مدرب في السينيور، يعني باش تعرف التفاهم بيناتنا قوي، يعني احنا جمعيه واحده ما دام السنيور متكورش واحد يمشي يلعب شويه في الاسبوع. صحيح خويا حسام، لكن ما تعرفش ممكن ماشي يقلقك وقت ما تتريناش مع اصحابك في الاسبوع، ممكن يقلقك في التعامل معاهم وسط المباراة. لا والله انا ما قلقش، انا بريسك عامين ولا ثلاثه نلعبوا مع بعضنا، يعني بريسك نفهموا بعضنا مادام لونترنور نتاع الاسبوار قال نحب حاجتي بيك ونحبك تعاوني فمشيت باش نعمل صحابي وهذا مشكلة من قلت لك بين السينيور والاسبوار يعني كيف خويا. في الاخر نحكيو شوية على مباراة السي سي اس والقوافل الرياضية بقفصة، يعني رينا حصص صباحية ومسائية الفريق الأكابر، تتصور لا خيار سوى الانتصار للترشح للدور القادم حسين؟ صحيح، هو لازم ننتصر خاصة في بلادنا، احنا فريق كبير وفريق تفرقنا نقطة برك على الترشح، احنا نلعبوا على ثلاثة نقاط وما يهمناش احنا في قصة في أسفل الترتيب ولا لا، المهم نربحوا ونفرحوا الجمهور إن شاء الله. صحيح حسام، تو نحكيو يعني نتصور الانتصار في بارتي قفصة باش ما نقعدوش في البارتي الاخرانية امام الملعب التونسي، ممكن مش تقلقنا يعني، وكما نعرف قوافل يعني الاكثرية مش تلعب طريقة البلوك، ممكن مش يقلقنا هذا حسام في كما تقلقنا قبل مع فريق امل حمام سوس والملعب جيبسي لعبوا لنا بلوك وقينا صعوبات كبيرة، كيفاش نتعاملوا مع المباراة حسب رايك حسام؟ لا احنا ما عندناش مشكله كبيره خاصه في الماتش قفصه، يعني تعرف اللي احنا تفرقنا نقطه برك على الترشح، احنا نلعب كره كل الكره وان شاء الله نربحوا وان شاء الله ننتصروا وهي الكره، يعني الماتش هذا صعيب صحيح على خاطر لو كان لا قدر الله يعني بدنا هدف نولي لازم نرجع في سكور، مي احنا نريد كل حاضرين وان شاء الله احنا قاعدين في باركور متواصل بالانتصارات، ان شاء الله نربحوا ماتش قصه باش نمشيو البطوله الافريقيه معنويات مرتفعه. صحيح حسام، شنو الكلمه اللي تقولها لحبيب السي اس اس اللي تتبع في الاكابر وفي الامال كذلك؟ يعني نقول لهم كان يقفوا مع جماعيتهم، جماعيه كبيره جمهور كبير، يعني نرى فيهم يعني كل ماتش كل سيونس يجيو يتفرجوا في ماتش أميكال يجيو يتفرجوا، نشكرهم وإحنا إن شاء الله يعني نوريهم اللي إحنا جماعة كبيرة وجماعة مسترجعة للبطولات إن شاء الله. الله حسام، ميرسي عليك على تلبية الدعوة هذه في راديو ديما سبور، وإن شاء الله نشوفوك في مداخلات أخرى إن شاء الله. صباح الخير حسام. إن شاء الله، عايشك.